بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا كيف، شوفوا الإجرام، شوفوا الإجرام. الله يعين. والله هي مشكلة، والله لعب السياف، والله يعين. لازم 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 ساحرة مع البرابرة، ولازم هذا التخريب. ممكن ميجا نايت، ممكن بيكا. أنا أبو الحالة. الله يلعنها لعبة، بس الله يلعنها لعبة من جد، الله يلعنها لعبة. والله تو ماتش، والله والله تو ماتش، والله تو ماتش، والله تو ماتش، والله تو ماتش. كيف كذا لعبة سيئة سيئة سيئة، مرة ملاعين، مرة ملاعين، تحولت من أحد أفضل، من أحد أفضل الألعاب لأحد أنجز وأح قاروا ألعن الألعاب، شيء غير طبيعي. فالكري بعد معاه، تكمل 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 التخريبات. قرع الله اللعبة ذي. قرع الله اللعبة ذي. الله يجلعها لعبة من جد. فالكري ميجا نايت، برابرة، الساحرة، والله كثير، والله والله كثير، والله تعبت، والله الواحد يتعب. أعوذ بالله، كل التشكيلة مليانة كذا، واللي قبله مليان، أمير، بيكا، واللي قبله أيضا مليان. والله 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 كذا اللعبة ما هي زينة، والله والله كذا اللعبة زفت زفت في زفت. تكون قريب خلاص، كنت قريب مرة، كان كان باقي لي فوز فوزين تقريبا أوصل لدرع المحترف. والله شيء سيء، والله العظيم شيء سيء اللي قاعد يصير بهذه اللعبة، شيء سيء جدا. حلو مظهر البرج ذا مع الانوار ذي. رهيب، مو بس حلو، رهيب. الانوار اللي بالبرج الملك ذا مرة رهيب. اللاعب هذا صيني، إذا قابلت صيني على الخسائر وديني. شوف كيف، ول 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 ول. مع الأسف
مع الأسف مع الأسف جيت بتفلسف وتأخرت وخربطت أبو السالفة. الله يلعنكم الله يلعنكم الله يلعن أبو اللعبة ذي، الله يلعن أبو الحركات، أبو العفن 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 اللي قاعد أشوفه. عن أصلك أخي والله قرف والله قرف والله اللي قاعد يصير بهذه اللعبة قرف قرف. وين رمى الأمير ذا؟ لعبة سيئة لعبة سيئة لعبة سيئة والله العظيم إنها لعبة سيئة. مهما تسوي مهما تحاول مهما لازم يجيبون لك كذا مجانين 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 ومضادات واستهبال ومباني وكل شيء. بحاول أنا يمكن هذا آخر يوم لي بهذا الموسم وارتاح. المشكلة الألعاب الثانية تمل، كول أوف ديوتي تتعب. شوفوا هذا مثلا وش يعني وش قصده يعني بالحركة ذي؟ أي قلع كب البطايق ذي مرة واحدة ما أدري إيش ممكن أسوي. ألعب البيكا ما أدري، لعب راكبة الكبش حلو مرة حلو كذا. عنده خفافيش، عنده حطاب، عنده فارسة. حركات ظلم الثلج ذي التعيسة واللعينة والكريهة. قرف كرة الثلج على غولم الثلج قرف قرف. ثلاث أساطير خلاص نقول خلاص في الرمل ما حقيقين حقيقين
مرة حقيرين، اللعبة حقيرة كلها، بس هذا على الأقل شجاع. بدأ المباراة. أعوذ بالله، بس